Une nouvelle journée, une nouvelle chance, une nouvelle rencontre et des nouveaux livres. صحيح أن الغياب قد طال كثيراً عن اليوتيوب وصناعة المحتوى، لكن هل يعني أن البعد عن قناتي على اليوتيوب يعني التوقف عن القراءة؟ أكيد لا. صحيح أني لم أعد أجد الوقت للتصوير والمونتاج وإنشاء محتوى على اليوتيوب والإنستغرام، لكنني مستحيل أن أتحجج بقلة الوقت لعدم قراءة الكتب. سأعطيكم مثال شائع وربما سمعتموه 1000 مرة ليصبح مثالا مبتذلا، لكنني سأسألكم: هل مر عليكم يوم نسيتم الأكل لكثرة انشغالكم؟ سأجيب بنعم، فبعض الأحيان أنسى الأكل لكثرة انشغالي بالدراسة، العمل أو أي شيء آخر، لكنني من المستحيل أن أنسى الأكل ليومين متتاليين. فجسمي يحتاج الغذاء للعمل وبذل الجهد، فهذا حال العقل. عقلك يحتاج الغذاء، يجب أن تعي جيدا هذه المعلومة. العقل غذاؤه الكتاب. أغلب الذين يتحججون بقلة الوقت وعدم القراءة، أو بالأحرى الذين لم يقرأوا كتابا في حياتهم ويتفاخرون مع الأسف بذلك، أقول لهم أن عقولكم معطلة ضامرة، لن يعطيك شيئا ما دمت لا تقدم له الغذاء اللازم لعمله. لا توجد حجج لعدم القراءة. صحيح أنني ممن يتحججون بقصر الوقت، لكنني أحرم على نفسي التحجج بعدم القراءة. لذلك في الآونة الأخيرة اعتمدت الكتب المسموعة. أكمل كتابا في اليوم الواحد عند قضائي لأشغالي الروتينية التي لا تحتاج التركيز، لكن لا يمر يوم بدون أن أسمع على الأقل 10 دقائق من الكتاب الذي أقرأه في الوقت الراهن. تقدمي في قراءة الكتب أصبح أسرع بكثير من انتظار المساء لأجلس وأقرأ كتاب. لكن بالطبع السمع لا يغني عن القراءة، فالقراءة لها عظيم النفع للأشخاص الذين يسعون لتطوير مهاراتهم الكتابية، وبحكم توجهاتي الكتابية فأنا ملزمة بقراءة ولو كتاب واحد في الشهر لتحسين وتطوير مهاراتي الكتابية. لماذا البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ أحب صناعة المحتوى، التصوير، المونتاج وما يعطيه لي من تجديد وإبداع، لكن اليوتيوب لم يكن يوما ما من أولوياتي، فهو مجرد منصة أشارك فيها هواياتي كالقراءة والكتابة والتصوير. لكن الآن مع كثرة الانشغالات من دراسة، عمل وكتابة، أصبح اليوتيوب في آخر ترتيب الأولويات مع الأسف، لكنه من المستحيل أن يكون شيئا قد انتهى، فلا أحب فتح مشاريع وإغلاقها في منتصف الطريق. ستبقى هذه المنصة الجميلة وستتطور حسب المراحل التي ستخوضها كلمات خولة. كلمات خولة من مجرد عنوان لقناة على اليوتيوب إلى كلمات حقيقية في روايتين هما أونجيني وزهور. لقد ألفت روايتين وترجمت رواية زهور، وقد حان الوقت أن تريا النور، وأنا بصدد بذل الجهد الكافي لترى هاتين الروايتين النور تترقبوا. هل تساءلتم يوما عن كلمة الروتين القاتلة؟ الكل يشتكي الروتين والحياة الرتيبة، لكن إذا اكتشفت القوة الهائلة للروتين فلن تشتكي الروتين أبدا. حاول أن تتتبع حياة روتينية لمدة 6 أشهر، فمثلا كل يوم عليك قراءة كتاب لمدة نصف ساعة، ممارسة الرياضة نصف ساعة، تعلم مهارة جديدة، الكتابة، التخطيط لمشروع جديد، سماع بودكاست مفيد، وستذهل بنتائج الروتين القاتل. قد كان هذا فيديو قصير لتذكيركم وتذكير نفسي أن القراءة أكثر شيء مفيد يمكن أن تقدمه لنفسك، الكتاب هو أكثر استثمار مربح للفرد والشعوب. لذلك اقرأ، فإن القراءة تسمن وتغني جوع عقلك. في الفيديو القادم سيكون مراجعة لرواياتي أونجيني وزهور وترجمة أونجيني للفرنسية. أراكم في أفضل فيديو على قناتي. إلى اللقاء.